صباح الخير، يوم عرفة. كل عام وانتم بخير وربنا يتقبل منا ومنكم. اليوم ان شاء الله استقبل ضيوف هيفطروا عندي اليوم، فمش عارفة شو اعمل لهم. صحي مبكير عشان اشوف شو اعمل. طلعت شوية شغلات وحاول هيك اجمع افكار علشان اعملهم اليوم الفطور. فتابعوا معي هذا الفلوغ. قبل راح افرجيكم الصالة. جهزت، نظفت كل حاجة، جهزت للعيد. فهاي الصالة تبعتي، وعندي هاي الطاولة راح احط عليها لضيافة، هي ضيافة العيد. راح احط عليها علبة شوكولاتة. بس قبل ما اكمل بطلب منكم تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس علشان يوصلكم اشعار كل فيديو جديد للقناة. يلا نكمل. وهي السفرة، سفرة ظريفة صغيرة قدنا، حطيت عليها مفرش وبالونات هيك بس. اوكي يلا بينا نروح على المطبخ، نروح على المطبخ ونشوف شو نعمل. عملت التحلية بالليل، زبطتها وجهزتها ودخلتها بالثلاجة. هذه اسمها حلا بسكوت او حلا اليمن، مش عارف ليش سموها حلا اليمن، بس هي المهم انها زاكية. فعملت لهم هذا، وبدي اعمل حلا تاني، بدي اعمل كريم كراميل، حطوا بكاسات ودخلوا الثلاجة عبال ما يوصلوا. خلينا نجهز مع بعض يلا. نعمل كريم كراميل، هذه كريم كراميل العادي، وهعمل جهز كمان، هعمل هعمل كريم كراميل العادي يعني. فراح اعمل بكتين منه. كيس الاول احط الكيس الثاني، وهيك خلصت. بس هنغليه على الغاز، هغلي حوالي هياخد 5 دقايق، هسيبه على الغاز وهعمل معاكم خطوة تانية. هنجيب الكراميل نبدأ نحطه في الكاسات. خلاص غليت الكريم كراميل وحطه. طبعا هيك كل الكاسات. فأسهل طريقة نحطه بالتلاجة زي هيك، نحطه بالصينية وندخلها كلها بالتلاجة، هيك سهل لنا. ندخلها الثلاجة وإن شاء الله بتجمد من هان للمغرب. ويلا نروح نعمل الوصفة اللي بعديها. رح نعمله، جايبين هذا هو الظهر والجنحان تحت وهذا تحت. ف نتخلص من هاي القطعة، تمام. بعدين عندي هنا هي الدجاجة، جايبين نقطع عليها زي هيك وهنقص. بعد ما صارت معنا قطعتين راح نقسمها برضو من عند الصدر بس من جوا. هاي سهل عليكم كتير انه تنقص بالسكينة من هاي الناحية. بعد ما صير كل قطعة لحال راح نفصل الفخدة عن اللي هو باقي الدجاج. هبدأ بتحضير طبق المقبلات، وهو هعمل ورق عنب. فأول شي احط رز، هضيف له حبة طماطم، حبة بصل مفروم ناعم، وحزمة بقدونس، واخلطهم تخليطة على السريع. بعد هيك هحط بهار، طبعا اي بهار بتحبوه، ممكن البهارات السبعة او بهارات عربية، ومكعب ماجي وملح. وراح نضيف له دبس رمان معلقة ومعلقة من زيت الزيتون، وراح نخلطهم مع بعض. وبهيك صارت خلطتنا جاهزة. هنبدأ نلف ورق العنب، هنحط الحشوة جوا الورقة وهنلفها، هلف كل الورق بنفس الطريقة. وأخيرا خلصت لف ورق العنب، طيب أطبخه وخلص. هلأ لما نيجي نطبخها راح نحط دبس رمان حوالي ملعقة كبيرة من دبس الرمان، وراح احط معلقتين من زيت الزيتون. وهنحط رشة من الملح. اخر شي راح نحط اللي هو مية.
خلينا نجيب صحن نضغط فيه بهذا الشكل، وبعدين نحطه على النار. ان شاء الله ما تكونوا مليتوا، انا هعمل حاجات كتيرة ويمكن يطلع الفيديو شوية طويل، بس بحب افنان هيكمل الفيديو للاخر. حابين تشوفوا شو عملت للاخر، تابعوا الفيديو للنهاية. يلا نكمل، يلا نشوف اللي بعدي. انا حطيت ابهار المقلوبة وبهار الشوي وملح، نغطيها بهذا الشكل بالبهار، هنتبل كل الدجاج بنفس الطريقة لغاية ما يعني تتغطى كل الدجاج بالتتبيلة. هلأ رح نقلي البطاطا وهنقلي الزهرة. الرز راح نغمره بالمية وهنتركه لغاية يعني ما نبدأ نشتغل فيه، فاحنا نشتغل في الحاجات التانية وبعدين نرجع له. اطيب شيء اللي هي مقلوبة الزهرة، فهنحط الدجاج بعد ما حمرناه شوية، نحط ورق غار وقرفة وشوية من البهارات السبعة، وهضيف شوية حبة بندورة والبطاطا والزهرة اللي قليناها. ممكن كمان تضيف البتنجان، انا عملت حبة واحدة بس، يعني اللي بيحب البتنجان انا ما بحبه كتير. المهم، واخر شي راح نحط الرز ونحط عليه شوية بهار، وبعدين هنغمره بالمية والملح، هنحط شوية ملح وهنغطيه وهنتركه لغاية ما يستوي الرز تماما. مع انه صيام لازم يكون في شوربة، فاخترت هذا النوع من الشوربة اللي هو شعرية، بتيجي هيك بباكيتات، فراح اعمل منه باكيت. اوكي، حط الباكيت بهذا الشكل، فيها ملح الصوديوم او ملح الصيني، مش عارف شو اسمه والله، ملح الصيني، فيها ملح الصيني، فانا بدي اخفف منه، فخففتها زدت مية وحطيت شوية شعرية من عندي وهغليها على الغاز. طبعا انا في 10 دقايق بتكون جاهزة، فيلا بعمل اللمسات الاخيرة، فبجهز السلطة. هيك السلطة صارت جاهزة معايا، احط لها رشة ملح، بدها شوية ليمون بس ما عندي، بعتت جوزي يروح يشتري. هنحركها مع بعض. شكل وصل، وصلت. وعليكم السلام. اشوف شو جاب. عصير تفاح وعصير مانجو. مانجو تفاح، انا مش عارفه شو بحبه شو بحبه، فاحط الاثنين. واحد بحبه مكسرات. طبعا كنا جايبين مكسرات قبل يومين بس ما بكفي، فجبت لي كمان اثنين. هاي الثاني، فهدول هيكونوا بعد الفطور ان شاء الله مع الحلو والاشياء هيك يعني للسهره. انتم على جنب، بدي اعمل شرايح ليمون هيك للتزيين. يلا ثواني اشيل الاغراض هذه وارجع اصور لكم تاني. جاب لي ليمون. هعصر حبه ليمون عليها. نعصر ليمون عليها. بس هيك السلطة جاهزة، حطها بالثلاجة شوي يعني، بس ضايل نص ساعة للأذان أو ساعة مش عارفة. المهم أجهز الصحون عشان أوريك ورق العنب بعد ما استوى. أوكي، هسا عنا ورق العنب صار جاهز، فراح أحطه في صحون التقديم.
الكرة العنب صار جاهز معايا، عملت 4 صحون. وصل الضيوف، راح ألبس بسرعة. يلا أشوفكم بعد شوية، باي. طبعا وصلوا الضيوف، أول ضيفة وصلت معايا هي إسراء. حيوة إسراء. طيب خليها مستحية شوي، خليها. أيوة مرحبا، كل عام وانتم بخير، وعساكم من عواده، وعيد وعيد سعيد علينا وعليكم، ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه والسلامه. ومعاكم اسراء اخت افنان، اليوم جايين معزومين على الافطار عندهم، ما شاء الله عامله ورق عنب، عامله مقلوبه، وعامله حلويات وشربات وحركات، يعني مظبطه الوضع على الاخر. هنا كل لما ننصطح شكلها نام على طول بعد الاكل من كثر الاشياء. يلا صحتين وعافيه. ياي مقلوبه نايس. حتقدر مش مشكله، ما احنا نفردها الحين. نايس مقلوبة الزهرة. يس. كل عام وانتم بخير. ايوه بنعاد عليكم بالصحة والعافية. ورمضان كريم. رمضان كريم، خلص رمضان زمان. اني زي هيك صوري هذه، شغل الكاميرا. ما هي شغالة الحين، كله مسجل. اكتبي لهم، اقرا اكتبي لهم، اكتبي لهم على الشاشة. اكتبي على الشاشة. هذا بعد ما خلصوا ضيافة، نص الجماعة روحوا، ضل نصهم. زوجتي العزيزة ما قصرت، عملت لنا ما لذ وطاب. مشكورة خيتي، مشكورة. وأحب أقول للجمهور كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، عيدكم مبارك، وعساكم من عوادة، ونشوفكم ذبح الخرفان بكرة إن شاء الله. يكون في بلوز لذبح الخرفان، استنوا. لا هاجي أصور. يلا سلام.